العبو يا اهل المقام مع فن داره ولعوها نار دام الراس علي يا رواتة السطر يا اهل الرزينة اشعلوها نار والبرود صالي في حفل ربعين يمدون الجزيلة مرحبا والكيف من صفر الدلالي مرحبا والكيف من صفر الدلالي منهج وسلم وقف الثقيلة طوع الشرد مع جله مجالي العبوا يا اهل المقام مع فن داره ولعوها نار دام الراس علي يا الروادع يا الروادع يا السطر يا للرزينة اشعلوها نار والبرود صالي في حفل ربعين يمدون الجزيلة مرحبا وكيف من صفر الدلالي مرحبا وكيف من صفر الدلالي في حفل ود الفرح بالعيد رحب واهلها اللي بلقوا مثل الجبالي يطلعون ضيوفهم بالعود الازرق قبلها الترحيب للمقبل يقالي ذي عوايدهم ولا تحسب غريبة الكرم والطيب حامي التوالي بس مراع الغانم راع الطويلة عايض ابن مشيطك السبع الجزالي عايض ابن مشيطك السبع الجزالي هو محافظ منطقتنا زاد فضله طور الدين على مر الليالي والشكر للي فعولة جميلة راعي الوقفة تشيل الثقالي من مطير مطير حمران النواظر وقفته فيها الفخر والكل وبان طيب طيب ابو عبد العزيز والوتالي طيب ابو عبد العزيز والوتالي باسمهم سقنا التهاني للقياده الملوك اهل الشداد بكل حالي انهل المندات ورجال الجمايل بالوفاء والطيب واكرم السبالي لاقترب نار الزناد من الفتيله الخطر نقدم عليه ولا نبالي انهل السطر يا اهل الرزينة اشعلوها نار والبرود صالي منهج وسلم واقف الثقيلة طوع الشرد بعجله مجالي العبوا يا اهل المقام مع فن داره ولعوها نار دام الراس عالي يا الروادع يا الروادع يا الروادع السطر يا اهل الرزينة اشعلوها